السلام عليكم ورحمة الله، نرحب في هذا اللقاء بالصحفية السودانية منى عبد الفتاح من السودان والمقيمة في المملكة العربية السعودية، ونرحب كذلك بالصديق الصحفي من لبنان سلمان العنداري. أذكر أن هذه واحدة من لقاءات الرابطة الدولية لصحفيي المهتمين بشؤون الدين. الصحفي سلمان هو من أحد مؤسسي الرابطة التي تأسست سنة 2012 في بلاجو في إيطاليا، وكذلك منى هي أحد الأعضاء البارزين في الجمعية والمشاركين في عدة أنشطتها. ومعكم العربي ميقاري من الجزائر، وهو كذلك هو أحد مؤسسي الرابطة وأحد أعضائها ويعمل في جميع أنشطتها. أذكر أن الرابطة الدولية لصحفي الدين International Association for Religion Journalists اعتمدت بعد دخول العالم بأكمله في وباء كوفيد-19، اعتمدت التواصل عن بعد كباقي كل الهيئات الوطنية والدولية والجمعيات، حتى الأمم المتحدة أصبحت تقوم تعقد لقاءاتها عن طريق الاتصال المرئي عن بعد. الرابطة IRG بدأت عدة حوارات حول تأثير وباء كوفيد-19 على المجتمعات عموما وعلى الأقليات والجماعات الدينية خصوصا، وكذلك أرادت أن تستمع إلى صحفيين هم أعضاء فيها حول الوضع الوبائي في بلادهم عموما، وكذلك عن وضع التغطية الإعلامية خاصة المتعلقة بالجماعات الدينية والزعماء الدينيين، لأنه كما تتذكرون أنه في بداية الوباء في فيفري أو في جانفي أو في مارس حسب مناطق العالم، كانت الجماعات الدينية أحد العناصر المؤثرة في هذا الوباء سواء إيجابا أو سلبا. تتذكرون الجماعة الدينية أو في كوريا الجنوبية التي كانت تمت مهامها من طرف السلطات الكورية بأنها هي من تسببت في إدخال الوباء إلى البلد، وهناك عدة أمثلة حول تعلق الجماعات الدينية، المعابد، الزعامات الدينية بانتشار أو بمحاربة هذا الوباء. الرابطة الدولية لصحفي الدين قامت بتنظيم عدة لقاءات عن طريق الفيديو المرئي عن بعد، قامت بلقاءين في آسيا، قامت كذلك بلقاء في أوروبا، كذلك في لقاء في أمريكا الشمالية، وبلقاء في أمريكا الجنوبية، وكذلك قامت بلقاء في صحراء ساب صحراء أو ما تسمى بصحراء الجنوبية أو ما تحت الصحراء. بقي هذه المنطقة من العالم العربي، الكل يريد أن يسميها بما شاء. هناك من يقول العالم العربي، وهناك يقول من يقول شمال افريقيا الشرق الاوسط، من ريجن ميدل ايست اند نورث افريكا. ارتعينا ان نعقد هذا اللقاء لنستمع الى الصحفيين من هذه المنطقه. من المفروض ان يكون معنا مشارك رابع، وهو الصحفي محمد حمدان، وهو صحفي من سوريا. وللوضع في سوريا انتقل الصحفي محمد حمدان إلى تونس، وهو الآن مقيم في تونس. وربما لأي خلل فني أو لمشاكل الإنترنت لم يحضر معنا إلى غاية الآن، ولكن نترقب منه أن يصل في أي وقت وسط اللقاء. أذكر أن قلت أن الرابطة تعقد سلسلة من اللقاءات
وكلها موجودة على الموقع الرابطة theirg.org موجودة، وكذلك سنجعل هذا اللقاء الذي هو يبث الآن مباشرة على فيسبوك الرابطة، سنجعله كذلك مخزون في الويب سايت الرابطة. ندخل في موضوع الحوار، وهي كيف في بلدكم في لبنان كذلك في السودان كيف أثر الوباء على الطوائف الدينية أو الجماعات الدينية أو المعابد أو كل ما له علاقة بأداء العبادات، وخاصة الأعياد الدينية التي تتطلب جماعات كبيرة من العباد أو من المصلين أو من الحجاج. وأنتم تتذكرون أن هذا العام تم تحديد الحجاج في مكة المكرمة من بضعة ملايين في السابق إلى فقط 10,000، يعني استثناء خاص لأول مرة يحدث في التاريخ المعاصر. نقدم الكلمة للصحفية منى من السودان، تحدثنا عن كيف كان أثر كوفيد-19 على المسرح الديني عموما في السودان. بالنسبة لتأثير كوفيد-19 على المسرح الديني وأداء العبادات والنشاطات الدينية وما يتعلق بها في السودان، لم يكن أمر الإغلاق لدور العبادة أمرا سهلا أو شيئا عاديا، وإنما تبعوا حالات من الغضب والتوترات ومن الأفعال وردود الأفعال من الجانبين، من جانب المجتمع الذي يعتقد كثير من أفراده أن إقامة الصلاة يعني في بعض المعتقدات إنها سوف تغي المؤمنين من أي جوائح خاصة جائحة كورونا، وبين السلطات التي ترى في عدم التزام هؤلاء تحدياً لها وتحدياً للأوامر الصحية يعني في كل العالم، وبين هؤلاء اتخذ الغضب الديني منحة تحول سياسياً، لأنه في هذا الوقت الذي يعني انتشرت فيه الجائحة السودان يمر بتحول كبير جداً من نظام حكم شمولي إلى ثورة وفترة انتقالية في انتظار لتحوله إلى نظام ديمقراطي. فكانت يعني كل هذه المسائل أثرت على الوضع في السودان، ويعني تبعتها مقارنة بين الوضع السابق فيه نوع من التشدد الديني وفيه نوع من كبت الحريات العامة على الناس، وأصبح الناس يقارنون بين الوضع السابق والوضع الحالي اللي هو تم فيه إلقاء القوانين المقيدة للحريات وعدم التشدد الديني الذي كان نهج النظام السابق. الفرصة دي استغلها بعض المتشددين الدينيين وبعض أعضاء النظام السابق في إنه يستثمروها سياسياً وأيديولوجياً. بالنسبة للإطار الزمني، صادفت جائحة كورونا حلول شهر رمضان اللي هو صادف نهايات أبريل ومايو، وفي هذا الشهر يتعود الناس في السودان في كل بلدان العالم الإسلامي تكثيف العبادات والتواصل الاجتماعي والروحانيات التي تتم في حالات في تفاعل اجتماعي وفي نشاطات يعني كبيرة جدا جدا. بالنسبة للسودان بتكون أكبر قليلا نظرا لطبيعة المجتمع المفتوح والتواصل فيه أكبر يعني من غيره من الدول. والإطار الزمني أيضا صادف صلاة العيد بعد انقضاء شهر رمضان، فوجد الناس أنفسهم إنهم يعني يؤدون الصلاة تحت احترازات كبيرة جداً، ف
فمنهم من رفض ومنهم من وعي بحجم المشكلة وحجم ما يمكن أن يسببه لنفسه ولغيره. والبعض يعني ضرب بكل الاحترازات بكل القوانين عرض الحائط. ففي فرق كان في بين الخرطوم والعاصمة وبين بقية الولايات. يمكن العاصمة كان فيها نوع من يعني من القوانين أو التطبيقة على الناس، لكن في بقية مناطق السودان البعيدة يعني لم يكن هناك أي التزام بأي شكل من الأشكال. كما أثرت على الصلوات العادية في أيام الجمعة، صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد. أنا عندي محورين، اللي هو محور المساجد ومحور المدارس القرآنية اللي هي اللي بنسميها في السودان الخلاوي، ودي هي ملحقة للطبيعة الاثنين، اللي هي المساجد يؤدى فيها العبادات والصلوات، والخلاوي يتم فيها تعليم القرآن للأطفال وتجمعاتهم وحجم ما يمكن أن يحدث هذا التجمع يعني في ظل الجائحة. شكرا أخت منى على هذا التوضيح. نعم، ذكرت نقطة مهمة وهي أنه تزامن بداية الجائحة مع شهر رمضان الذي فيه صلوات التراويح ويقصدها الناس بعد الإفطار، وكذلك صلاة العيد، وكما قلت سابقا كذلك الحج الذي تم هذا العام بحوالي فقط 10,000 حاج عوض أن يكون هناك الملايين من الحجاج. أنا لاحظت كذلك في البلدان العربية التي فيها تنوع ديني أكثر من السودان أو أكثر من الجزائر مثل لبنان، رأيت تنسيق رائع بين، في رأيي أنا لست مقيما في لبنان أو فيها مثل هذه البلاد، رأيت نوع من التنسيق بين، ربما في الأردن كذلك رأيت نوع من التنسيق بين المساجد والكنائس، واتخذت الكنائس كذلك إجراءات. ربما الزميل سلمان من لبنان يحدثنا عن ما كان موقف المساجد والكنائس من هذه الجائحة، وكيف استجابت الجماعات الدينية في لبنان لهذا الوباء. تفضل أخ سلمان. مساء الخير للجميع، تحياتي للكل. بداية، إذا أردنا أن نتحدث عن ما حصل في بداية الجائحة أو بداية ظهور كورونا أو مرض COVID-19 في العالم العربي، كان هناك نوع من الذهول إن صح التعبير وعدم تصديق لما يحصل. كل الجماعات الدينية أو حتى الجماعات المدنية غير الدينية كانت تقول بأن هذه الجائحة هي مرض غير معدن، مرض قد يكون مثل أي إنفلونزا عادية قد تمر على الإنسان ومن ثم بيشفى منها. ولكن لما بلشت البلاد تدخل في الخط الأحمر أو تجاوزت الخطوط الحمر، هنا بدأت التساؤلات في لبنان كيف يجب حياة اللبنانيين وكيف يجب على الدولة أن تقوم بالإقفال التام وتوعية المواطنين على ضرورة الوقاية وضرورة البقاء في المنازل والإقفال التام. وهنا كان دور كتير كبير للمؤسسات الدينية الموجودة في لبنان، ولكن للأسف هناك مفاهيم دينية متعارف عليها، مفاهيم دينية في قوي جدا، حتى بالأعجيب مثلا، بالأعجيب أو بالقوى الخارقة بدأ الناس يقولون إنه هذا مرض عادي ليس معدي، هذا إنفلونزا، الله سيحمي الجميع وبالتالي يجب علينا أن نكمل حياتنا بشكل طبيعي، وهذا أيضا مفهوم خاطئ جدا. بدأت الإصابات أو الأرقام
ترتفع في لبنان، وهذا الأمر أدى إلى إعلان السلطات اللبنانية في 10 مارس عن الإقفال التام في البلاد لمدة 3 أسابيع. وهنا كان التحدي فيما يتعلق بالمؤسسات الدينية، هل يغلق المسجد أبوابه؟ هل تغلق الكنيسة أبوابها؟ هنا كان السؤال في لبنان. لم تنجح السلطات اللبنانية في الإقفال التام، رأينا تفلت كبير في عدد من المساجد في ضمن صلاة الجمعة أو أثناء صلاة الجمعة، كان هناك عدد من الأئمة يقومون بصلاة الجمعة في المساجد بشكل طبيعي، وهذا الأمر يعني طرح علامات استفهام عن مستوى الالتزام بالإقفال. أيضا هناك بعض الكنائس فتحت أبوابها للمناسبات وأيضا ليوم الأحد، هذا الأمر أدى إلى طلب السلطات اللبنانية والسلطات الدينية أيضا للتعميم على كل الكنائس والمساجد في لبنان بضرورة الإقفال التام والالتزام بهذا الموضوع. الأسبوع الثاني أو الثالث بدأنا نشهد تشدد أكثر في المساجد، يعني كنت أغطي قصة عن عيد الفصح في لبنان، بالفعل لأول مرة أشاهد عذر لأحد المسؤولين الدينيين داخل الكنيسة تبث عبر الفيسبوك لايف لأول مرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الكنيسة فارغة، لا يوجد أي مصلين في الكنيسة، بدأ الناس بالالتزام وبالتزام الإجراءات. أيضا في المساجد في عيد الأضحى أو في رمضان، في أيام رمضان والصوم، أيضا لاحظنا هذا الموضوع، المساجد كانت شبه خالية. كان هناك مساجد الكبرى في لبنان، في بيروت، في طرابلس شمالي البلاد، كان هناك تباعد اجتماعي في أوقات الصلاة ويسمح بعدد معين لإقامة الصلاة. وأيضا هذا الأمر يسري على الكنائس، منعت الأعراس أو الأفراح أو المناسبات الدينية، أيضا بدأ الناس يلتزمون أكثر فأكثر. ربما هناك عدة عوامل صدق، ربما أن هناك بالفعل فيروس كورونا، اعتبروا أيضا كان هناك تشديد من رجال الدين على ضرورة الالتزام، كان هناك أيضا لعبة السلطات دور في هذا الموضوع، وأيضا المجتمع المدني عبر تحذير الناس وتوعية الناس. يعني الأمور معقدة جدا في لبنان. ربما كنا نلاحظ بعض البلدات والمدن لم يلتزم المواطنون بهذه الإجراءات في أيام الجمعة أو أيام الأحد، ولكن كان أمراً لافتاً بالنسبة لي على الصعيد الشخصي والصحفي أن أغطي مناسبات دينية أساسية في البلاد من دون مصلين. ذهبت إلى أحد المنازل في جبل لبنان، كانوا يحتفلون بعيد الفصح، كانت العائلة في المنزل يشاهدون العظة مباشرة على الهواء، أو الاحتفال الصلاة الرسمية في الكنيسة كانوا يشاهدونها على الهواء في غرفة الجلوس بسبب كورونا. أيضا بالنسبة لعيد الفطر المبارك، أيضا الأمر عينهم بالنسبة لهذا الموضوع، كانت العائلة لم تدخل المسجد، لم تزور المسجد لصلاة العيد. أيضا الزيارات في لبنان، المجتمع اللبناني فيه الكثير من العادات والتقاليد، في عيد الفصح تزور الناس بعضها البعض، الكنائس أو المسيحيون يزورون المسلمون، وبالعكس في هذه المناسبات لم نرى أي زيارات متبادلة في هاتين المناسبتين إلا عبر الهواتف الخلوية، التبريكات كانت عبر الفيسبوك عبر الواتساب، لم يكن هناك أي زيارات. أيضا فيما يتعلق بالجنازات أو الأطراح، حيث عندما يموت الشخص الدفن، مراسم الدفن تغيرت في لبنان في هذه الفترة، لم يقم الصلاة على روح الغائب مثلا، الجنازات كانت تجري بطريقة جدا مختصرة، تقتصر على أفراد العائلة فقط، لا يوجد أي تعازي. إنه أمر لافت جدا، ربما للمرة الأولى عشنا هذا الموضوع في لبنان بسبب فيروس كورونا والإقفال التام. الآن تراجعت نسبة الالتزام، هناك تفلت كبير في لبنان، وربما على السلطة السياسية أن تلعب دور، السلطات الرسمية أن تلعب دور لإعادة يعني حث الناس على ضرورة الالتزام حتى بالتباعد الاجتماعي، لأن هناك بعض الخرافات بدأت تنتشر في المجتمع ليس فقط في لبنان، بأنه ليس هناك كورونا، ليس هناك من فيروس، نحن نموت أصلاً من الفقر، من الجوع، من المشاكل الاجتماعية، فعلينا أن نعود إلى حياتنا الطبيعية. شكراً أستاذ سلمان. أبدأ من حيث انتهيت الحديث عن الخرافات.
أحدثكم عن الوضع في الجزائر مع بداية الوباء. وكأي بلد كان هناك ذهول، كما قال سمير سلمان، كان هناك ذهول في العالم، يعني حتى الأطباء، حتى المختصين، حتى البيولوجيين، حتى علماء الفيروسات كانوا أمام ذهول، فما بالك بمجتمع غير مطلع على، يعني بجماعات غير مطلعة على هذه الحقائق العلمية. كان هناك في البداية المساجد في الجزائر، كان هناك رفض الفكرة أصلا، وكان هناك نوع من الفكر الخرافي الذي يقول لك أنك إذا كان هناك ابتلاء وبلاء مثل هذا الوباء فإنه يجب الهروب إلى المساجد وليس الفرار منها. كان هذا الفكر الخرافي، وكأنه عندما تقول له أنه يجب إقفال المسجد لأنه المجموعة، لأنه مكان التجمع وليس فيه شروط الوقاية، يتحجج بأن صحة الإنسان بيد الله، وأنه في هذه الأوقات يجب الهروب إلى المساجد. هنا في الجزائر لعبت هيئة رسمية وهي وزارة الشؤون الدينية. وزارة الشؤون الدينية لعبت دورا بارزا في هذا المجال وكانت صارمة، وحتى نقلت إلى المحاكم دعاوى ضد من شكك في فتاواها. مثلا هي الآن لحد الآن هناك رجوع إلى الصلوات الخمس، ولكن الجمعة، صلوات الجمعة غير مصرح بها، صلوات الأعياد، العيد الأضحى والعيد الفطر أجريت في المنازل. وكانت هناك متابعة من وزارة الشؤون الدينية لهذا الأمر بفتاوى، بتوضيحات، بتوجيهات، ولكن بقى أن هناك من قال بأن هذا كله خارج عن الشرع وأنه محرم، وتضرب الأمثال بأن لماذا هناك الأسواق ما زالت مفتوحة رغم أنها مكان للتجمع. ثم بدأ فكر المؤامرة، أنه هناك مؤامرة على الإسلام وعلى الدين الإسلامي وعلى المتدينين. هناك كثير من الجماعات التي حاولت أن تقيم صلوات الجمعة خفية في البيوت، خفية عن الأنظار. كذلك الشعب كانت له صدمة أنه لا يصلي الجمعة في المساجد ولا يصلى الصلوات الخمس في المساجد، وكان مستغربا أن يقول المؤذن في آخر الأذان صلوا في بيوتكم، يعني كانت صدمة كبيرة للشعب. ولكن أنا أظن أنه الالتزام بغلق المساجد في ظاهره أنه كان متبعا، ولكن هناك من كان يقيم الجماعات بعيدا عن المساجد. والآن عندما رجعت الصلوات إلى المساجد هناك إجراءات وقائية، ولكن يلاحظ أنه إذا تخيلتم أن المسجد يستوعب مثلاً 2000 مصلين، فإن بالإجراءات الوقائية ممكن يصبح يستوعب 300 مصلي. وقد يخطر على بالك أن تقول سيكون هناك نزاع على من يصلي في المساجد، ولكن في الواقع أن الناس لا تأتي إلى المساجد، وحتى بهذه القدرة الاستيعابية التي تفرضها التباعد الاجتماعي، حتى أن نصف المسجد لا يمتلئ. غريب أنه حتى الناس عندما ينتقدون القرارات فإنهم لما فتحت المساجد فإن المساجد لا تمتلئ الآن.
فيما يخص كذلك هناك الجماعات، هناك قيادات دينية أفتت بأنه يجب صلاة الجمعة ولا يمكن أن تسقط عن المصلين. جوبهت بفتاوي أخرى من طرف هناك مؤسستان دينيتان في الجزائر، وهي وزارة الشؤون الدينية. هنا في الجزائر ليس لنا عندنا وزارة شؤون إسلامية وإنما وزارة شؤون دينية. وزارة شؤون دينية هذه هي الغطاء الرسمي للمساجد والكنائس مع بعض، لذلك لم تسمى وزارة الشؤون الإسلامية وإنما تسمى وزارة الشؤون الدينية. الكنائس هنا لم تعاني أي مشكل، لأنه المسيحيين هنا في الجزائر ليس بهذه الأعداد الكبيرة الذي يمكن أن تسبب أي مشكل، فكانوا يؤدون. لما أعيد فتح المساجد أعيدت فتح كذلك الكنائس، ولم يكن هناك أي مشكل. حتى كذلك التزاور الذي له علاقة بالوازع الديني اللي هو تزاور الأعياد، لم يتم تزاور بين الناس، لم وفرض حظر تجول لمدة 48 ساعة خلال العيد الفطر الذي يكثر فيه التزاور، يعني حظر تجول، لا تستطيع أن تستعمل سيارتك حتى في حيك، يعني هناك حظر تجول. الصحافة هنا كما تعلمون أنه هناك في ليست هناك صحافة دينية بحتة في الجزائر، وإنما هناك محرر ديني له صفحة أو صفحتين في الأسبوع أو في نصف أسبوع. الصحافة كانت تغطي هذه الشؤون الدينية المتعلقة بكوفيد، ولكن لم تعطي لها أهمية كبيرة، لم تعطي لها أهمية كبيرة، ربما لأنه ليس لدينا هنا في الجزائر تجمعات دينية أو عادات دينية يكثر فيها الاجتماع، وإنما فقط المساجد الصلوات. ولما تم، وبما أن المسجد في الجزائر هو مؤسسة تابعة لوزارة الشؤون الدينية والإمام هو يعتبر مديرا لها، فكان من السهل جدا أن تتحكم في الوضع هنا. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي أنه في هذا الوباء، يعني هل كانت هناك تحديات للحصول على المعلومة الدينية أو مثلا على حوار مع إمام أو مع قسيس أو مع زعيم جماعة دينية مثلا في السودان أو في لبنان؟ تفضلي الأخت مونة إذا كان عندك تعليق في هذا الأمر. بعد فرض حظر التجوال لمدة 3 أسابيع، يعني بالرغم من الحظر لكن أحصت الوزارة الشؤون الدينية بفتوى من مجمع الفقه الإسلامي، هو دار الإفتاء في السودان، بأنه التوصية تردف التوصية الأولى والقرار الأول بتوصية أخرى، إنه الرجوع للصلوات والرجوع للعبادات يعني يعقب يعني تفرق ويعقب عدم مصافحة بعد الصلاة وعدم يعني تقارب وتباعد وكذا. فبنلقى إنه الالتزام في العاصمة الخرطوم كان يعني جيد أو مسيطر عليه، إنما في الولايات يعني صعب جدا. المساجد يمكن لأنه تم تسليط الضوء عليها وهي تشبه حال
دور العبادة المساجد والكنائس يعني عندنا في السودان، تشبه دور العبادة في 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 بقية الدول، فعليها يعني ضوء. لكن عندنا مشكلة ثانية خطيرة جدا، هي كشفتها المسألة بتاعت جائحة كورونا، هي الخلاوي، وهي مدارس تعليم القرآن للأطفال الصغار، وهي أشبه بالكتاتيب في مصر، وكان لها دور أساسي في تعليم القرآن والتعليم بشكل عام، القراءة والكتابة. لكن المشكلة في هذه القلاوي إنها يعني لا يعني يدخلونها أغلب أبناء الأسرة الضعيفة والفقيرة، وبتكدس كامل وكبير جدا جدا، وعنده كثير من المشاكل الصحية والمشاكل الاجتماعية. فكانت هي بعيدة، ونسبة لأنه الطابع إنها تعليم قرآن، فكانت يعني شيء مقدس، وما في حد يقدر ينتقد دوره أو ينتقد ما تقوم به، إلا بعد حصلت بعد بعض التجاوزات. والسبب الثاني إنها هي مرتبطة بالتصوف الإسلامي، وهي يعني أنشئت وأسست في السودان يعني منذ عدة قرون، فهي يعني دور راسخة في السودان وعندها دورها طبعاً التعليمي والتربوي وكذا. لكن في ظل ظروف المعيشية الأخيرة وفي ظل جائحة كورونا ظهرت بعض المظاهر السالبة، وكان تحدي كبير جداً أمام السلطات وأمام المجتمع إنه يقوموا بتصريح هؤلاء الأطفال وإعادتهم لذويهم. التحدي الآخر الواجه إنه الطلاب أو الأطفال اللي بيجوا يدرسوا في الخرطوم جزء منهم كبير من الولايات، عشان يعادوا إلى أسرهم مرة أخرى، فهذه في حد ذاتها مشكلة تانية. فأذكر إنه كان فيه تغطيات صحفية كثيرة جدا على وتغطيات على شبكات التواصل الاجتماعي إنه يعني عملوا تغطيات في هذه الخلاوي، وكانت تغطيات صعبة، لكن قدروا يدخلوا، فلقوا إنه الطلاب بيعانوا من حالات يعني سيئة جدا صحية وحالات اجتماعية، وخاصة إنه الأطفال في أعمار متفاوتة من أطفال صغار لأكبر لأكبر. ووجدت الجائحة هذه البيئة يعني بيئة واسعة للانتشار مشكلات أصلا كانت قائمة، مثل يعني سوء التغذية والأمراض الجلدية والأمراض الصدرية والناتجة عن قلة النظافة الشخصية وغيرها، لأنه الخلوة الواحدة بتضم 150 طالب، وفي كل يعني غرفة ممكن يتكدس 25 طالب، فكان الوضع بتاعهم سيء جدا. الشاهد هنا إنه المسوق الديني والتصوف وبعض الجماعات الدينية يعني تحد بين الإصهار حال هؤلاء أو تسليط الإعلام عليهم بشيء من الغداسة، إنه هذا شيء ولتعليم القرآن وكذا، فيعني ما مسموح يعني التحدث عنه أو ما مسموح انتقاده، لأنه بيقوم على أمر هؤلاء الشيوخ وحفظة القرآن وكذا. في النهاية قدر المجتمع السوداني يكسر الحاجز، وقدر الإعلام ينجح في تسليط الضوء على هذه المسائل، وعمل اختراق لبعض الخلاوي، حتى إنه حصل فيها تسريح كامل للأطفال، وحصل في جزء كبير منها يعني أغلقت لأنه كان فيها ممارسات وكان فيها ظواهر سالبة. وكشفت المسألة هذه يعني الجائحة وانتشار الجائحة. شكرا للأخت منى على توضيحات التحديات في السودان. هل لك تعليق زميل سلمان عن كيف كانت التغطية الصحفية لتعامل الجماعات الدينية والمعابد في لبنان؟ زميل العربي ما بعرف اذا لاحظت، يمكن زميلنا محمد صار جاهز، كان عنده مشاكل تقنيه، فما بعرف اذا شايف عندك زميل محمد صار جاهز.
إذا بتحب. ممكن هو في الأصل أنه الزميل أندي في الخلفية يتناول إذا كانت إمكانية باش تلحق بنا تفضل. أنا أظن أنه أندي في الخلفية يعمل. نعم نعم. طيب باختصار رح أتحدث عن التغطية الصحفية فيما يتعلق ب المراكز الدينية أو الأديان في لبنان، كيف غطت هذا الموضوع أو كيف تم تغطية هذا الموضوع؟ كان صعب جدا أن نغطي الأعياد الصلوات، كيف يتفاعل المتدينون في لبنان في هذه الجائحة أو مع هذه الجائحة. مثلا بالأعياد كان في عنا بحث طوال النهار ربما أو لساعات عن مركز أو كنيسة أو مسجد فتح أبوابه للمصلين للمحتفلين، كنا ننسق الإجراءات التباعد الاجتماعي، كيف يتوجب علينا أن ندخل أن نصور أن ننظم المقابلات مع المسؤولين، كنا نرصد أيضا المصلين كيف يصلون إلى المراكز الدينية للصلاة من الخارج. كان هناك حالة من التعجب إن صح التعبير، قابلنا بعض الأشخاص في الشارع مروا بجانب المراكز الدينية من مسجد إلى كنيسة وكانوا يقولون إنها المرة الأولى التي نصلي فيها خارج هذه المراكز الدينية، إنها المرة الأولى التي نصلي فيها خارج هذه المراكز، إنها المرة الأولى التي نعيش هذا الأسلوب من الحياة في لبنان. هناك أيضا فئة يعني لا تصلي في المسجد ولا تصلي في الكنيسة، أيضا تأثرت حياتها بشكل أو بآخر في ظل هذه الأزمة إن صح التعبير. هناك عدد كبير من المواطنين التزم المنزل، تبدلت الحياة بشكل كبير فيما يتعلق بإقامة الصلوات أيضا في المدارس الداخلية، حيث بعض المدارس في لبنان، بعض المدارس الدينية الرهبانيات، المدارس التي تعلم الدين ربما أيضا تأثرت بشكل كبير، وكان هناك صعوبة في العمل الصحفي على تغطية بعض الأمور التي ربما تتطلب الدخول في هذه التفاصيل. في رمضان مثلا اختبرنا هذا الموضوع، في عيد الأضحى اختبرنا هذا الموضوع، أيضا في عيد الفصح اختبرنا هذا الموضوع، والآن سنختبر أيضا عيد الميلاد أو فترة الأعياد، سنختبر أيضا فترة الإقفال هذه في لبنان، خصوصا وأنه تم تسجيل أكثر من 50,000 حالة منذ فبراير الماضي في لبنان، واليوم هناك أكثر من 160 بلدة ومنطقة لبنانية مقفلة بشكل تام، وهذا تحدي كبير أمام رجال الدين، أمام المؤسسات الدينية لضبط موضوع الالتزام أو عدم الالتزام. فكانت التغطية كما قلت صعبة جدا، مرهقة أيضا في بعض الأحيان، يعني كنا نزور مثلا كنيسة لنصور داخل هذه الكنيسة، علينا أن نلتزم بإجراءات معينة، الانتظار حتى تتم الموافقة من قبل المسؤول عن هذه الكنيسة. أيضا في المساجد كان هناك صعوبة في تنسيق إن صح التعبير، أين سنغطي، متى سنغطي، وما إلى هنالك من مواضيع. ولكن أعود إلى مبدأ عدم الالتزام، كان هناك أيضا كما قلت زميلة منى وكما قلت العربي فيما يتعلق بموضوع الخرافات أو الاعتقادات الخاطئة صح التعبير، كان بعض المواطنين يقول إنه يعني نحن محميون من الله، نحن محميون من هذا الخالق، وبالتالي لن يصيبنا أي مكروه، لن نضع الكمامة، لن نلتزم بهذه الإجراءات كتعقيم اليدين بشكل متواصل أو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي. كان هناك اعتقادات خاطئة بأن هذا الفيروس هو فيروس طبيعي وبالتالي يجب أن نكمل حياتنا، يجب أن نطلب من هذا الشيخ أو هذا الخوري مثلا لنقيم الصلوات بشكل طبيعي، وأن الأمور هي فوق دينية وما ورائية، وبالتالي لن يصيبنا أي مكروه في هذا الموضوع.
هذه هي التغطية في لبنان. عدا عن ذلك يعني كان هناك رجال دين بالفعل كان لهم دور في توعية الناس، وأما أيضا في المقابل كان هناك أيضا رجال دين ساهموا في نشر اللاوعي إن صح التعبير عبر القول بأن الفيروس هو قدر وبالتالي يجب علينا أن نكمل حياتنا بشكل طبيعي. وهنا كانت المعضلة في لبنان، هناك عدد كبير نتيجة هذه التعليمات ربما أو نتيجة عدم تحالف العلم والدين وصلوا إلى نتيجة بأنهم لا يؤمنون بكورونا أو لا يكذبون العلم في مسألة الفيروس ويصدقون الكلام الذي يقولونه الكلام الماورائي بأننا سنكمل حياتنا بشكل طبيعي وبأن هذا الموضوع موضوع عادي وسيمر وسنكمل حياتنا. صحيح صحيح سلمان، هذا اللي كان غالبا الجماعات الدينية في خلافها. أظن أن الزميل حمدان متواجد معنا. Andy, if you are hearing me, can you get Mohamed Hamdan with us, please? مرحبا مرحبا بك الزميل حمدان. محمد كيف حالك؟ ما نسمعك الزميل حمدان. شوف على المايك لو تضغط على هل تسمعوني الان؟ مرحبا بك مرحبا بك الزميل العزيزة منى والزميل سلمان العزيز وأستاذ عربي، مساء الخير جميعا. سعيد بلقائك. انا اعتذر لبعض المشاكل التقنية لكن سوف يعني تلخيص سريع للوضع في سوريا. الزميل سلمان بحكم التشابه الان بالاوضاع للاسف اللبنانية مع الوضع السوري من ناحية الازمات الاقتصادية التي اثرت سلبا على التعاطي مع فيروس كورونا، هناك تشابه كبير، فشكرا لسلمان لأنه يمكن إسقاطه على الوضع في سوريا. لكن بعجالة نقول في سوريا على سبيل المثال منذ 3 أشهر توفى 6 علماء دين سوريين مشهورين جدا، وذلك بعد عودتهم من زيارة قبر أو ضريح الرئيس السوري السابق حافظ الأسد في مدينة اللاذقية في القجداح، وهذا أشعل يعني شيء من التهكم عبر وسائل التواصل، دفع حتى وزارة الأوقاف السورية لإصدار تصريح سبب وفاة علماء الدين تباعا في سوريا وذلك بسبب تأثر بفيروس كورونا. فرغم أن الآن لحد الآن أعداد الوفيات في سوريا لا تتجاوز حسب وزارة الصحة 240 حالة وفاة، وحالات كورونا بشكل عام حالات الإصابة لا تتعدى 4800 حالة، لكن نقابة الأطباء في سوريا لحد هذا اليوم أعلنت عن وفاة 70 طبيباً سورياً، تخيل يعني 70 طبيب سوري فقط توفوا بسبب الكورونا. هناك تعتيم كامل وشامل، ويبدو أن السوريين الآن اعتمدوا يعني قهراً ورغماً عنهم ثقافة أو ما يسمى مناعة القطيع، وهذا ما يحدث في سوريا الآن للأسف. كل ما الآن بحكم الحرب بعد السنة 10 التي يدخلها السوريين في الحرب، الأزمات الاقتصادية المتتابعة، ما يزيد عن 500,000 سوري بين قتيل و 200,000 مفقود، كل هذا جعل من كورونا وضحايا كورونا لا شيء. للأسف هناك شيء من الكوميديا الإلهية الآن في سوريا، شيء من هذا الفلسفة أن عادي يعني ولو كورونا ينظرون إليها بشيء من الاستخفاف، لأن الشوارع مليئة، التجمعات الآن على الأفران، التجمعات على الوقود في محطات الوقود في أي مكان، هذا لا يوجد هناك تباعدا اجتماعيا بقدر ما هناك شيء من الجحيم الذي يعيشه السوريين في هذه المرحلة. للأسف لا يجد السوري الآن إلا الاعتماد على الله والإيمان والدعاء، لا يوجد أي شيء آخر، لأن عندما الدولة تفقد قيمتها ولا تقوم بأي شيء بأي واجب بأي احترازات، رغم أن الحكومة السورية منذ حوالي 6 أشهر فرضت حظرا للتجوال حظرا للتجول
بعض الإغلاقات، لكن هناك قابلها الجمهور السوري أو الناس في الشارع بشيء أيضا من التهكم والسخرية، لأن ما يرونه في سوريا الآن شيء جدا غير قابل للتصديق بحكم الحرب الاقتصادية التي يعيشها والضغوطات وكل ما إلى ذلك. ويبقى الآن هناك لا يعني يجب عندما دوما نتكلم عن سوريا علينا أن نتطرق للأسف إلى الطائفتين السنية والشيعية داخل دمشق، وذلك بحكم التواجد الإيراني الكثيف في مدينة السيدة زينب، حيث مرقد السيدة زينب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال في أربعينية الإمام الحسين كان هناك تجمعات هائلة جدا، لا تباعد اجتماعي ولا شيء. على الصعيد الآخر الطائفة السنية في دمشق كانت أكثر عقلانية، الجوامع نوعا ما مغلقة، هناك تباعد اجتماعي لا يمكن إنكار ذلك. لكن الآن هناك حالتين في دمشق تراهما، حالة الطائفة السنية وكيف تتعامل مع فيروس كورونا بشيء من التحرز بشيء من الخوف ولبس الكمامة إلى آخره، وهناك للأسف بحكم التواجد الإيراني المكثف والميليشيات الموالية لها التي تمارس طقوسا حتى في محيط الجامع الأموي ومحيط السيدة رقية التي لا تبعد سوى بحدود 50 متر أو 100 متر عن مرقد رأس الحسين داخل. فلذلك الآن حتى الآن الإنسان أو المواطن الدمشقي أو السوري عموما الذي يريد أن يحترز أو يريد أن يصنع هناك تباعد اجتماعي لا يستطيع بحكم للأسف العادات والتقاليد الدينية التي هي لا ترتكز إلى ما وجد في الكتاب والسنة إلى آخره، وإنما يكون هناك اعتماد على موروث للأسف وعادات بالية. كل ما يتمناه السوري الآن بحكم هذه الجائحة الخطيرة التي يعني تكتسح سوريا عموما دون أي أرقام رسمية، دون الإفصاح عن أي أرقام حقيقية لليوم، لا يبقى للسوري سواء كان متدينا أم لا إلا أن يؤمن بأن هناك عدالة إلهية، أن هذه العدالة سوف تحمي السوري على الأقل من الموت مرضا بعد أن هو يعني استطاع أن يتجنب الموت قصفا أو تعذيبا أو شيء من هذا القبيل. شكرا للزميل محمد، أعطيتنا نبذة عن سوريا. نأسف لأنك التحقت بنا مؤخرا وتأخيرا بسبب التقنية. بسبب التقنية نعم. فقط سؤال لأنه الحديث الشيق مع الزملاء مع سلمان ومونة ومحمد، ولكن الوقت يعني له سلطان كما يقولون في الصحافة. عندي سؤال فقط للأخ محمد، هل تمت احتفالات بيوم عاشوراء الماضي في سوريا؟ للأسف تم هناك احتفالات كما قلت لكم في مدينة السيدة زينب، التي للأسف هذه المدينة التي تبعد بحدود 10 كيلومتر عن العاصمة الدمشقية في جنوب العاصمة، هناك احتفالات ترافقها ليست تقاليد الطقوس الشيعية، يرافقها أيضا السلاح، يرافقها نفس الطقوس التي نراها في كربلاء، وهذا شيء مؤلم لكل سوري أن يرى هذا الاكتساح الكبير، عدم وجود أي إجراءات وقائية. وللأسف يجب أن نكرر ونعيد أن أول حالات إصابة بالكورونا في دمشق كان سببها نقلها مقاتلين إيرانيين أتوا من طهران إلى دمشق، ورغم لهذا اليوم للأسف هذه الاحتفالات قائمة، وللأسف الطائرات الإيرانية ما تزال تأتي بالمقاتلين، وللأسف لا يوجد أمل بالقضاء على هذا الفيروس أو التخفيف من حدته أو تخفيف من عدد الإصابات لسببين، بأن هناك سبب كما قلنا الاحتفالات والطقوس الشيعية الإيرانية لا تقف أبدا، وهي على فكرة هي على مدار العام، لأن مقام رأس الحسين داخل المسجد الأموي في دمشق هو مزار ديني على طول العام، ودوما هناك ما يسمى البكائيات والكثير من الطقوس الدينية التي تجري يوميا وليس فقط في عاشوراء، يجب أن نؤكد الأستاذ العرب. شكرا زميل محمد حمدان من سوريا. للأسف الشديد الوقت زاحمنا،
وكنا على شوق مع الزملاء، مع الزميل محمد حمدان من سوريا والزميل سلمان من لبنان والأخت والزميلة والأستاذة منى من السودان. نشكركم، وسيكون لنا فرص أخرى إن شاء الله نتحدث فيها، وإن شاء الله بعد زوال إن شاء الله الوباء نلتقي، ليس افتراضيا وإنما حقيقيا إن شاء الله في اللقاءات التي ستبرمجها إن شاء الله في الوطن العربي إن شاء الله، الرابطة الدولية لحقوق الإنسان. لكم جزيل الشكر، وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، شكرا العربي، شكرا للزملاء. شكرا.